أهلا وسهلا بكنا في الفيديو التعليمي 12 بعنوان مهارات التفكير. ما المقصود بالتفكير؟ التفكير سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس. أشار الباحثون إلى وجود مستويين للتفكير، وهما: المستوى الأول التفكير الأساسي، المستوى الثاني التفكير المركب. تعرفي معنا بشكل مفصل على كل مستوى من المستويين. سيتم التركيز في هذا الفيديو التعليمي على بعض أنواع التفكير التي تقع تحت مظلة التفكير المركب، وهي التفكير الإبداعي وحل المشكلات. سنبدأ بالتفكير الإبداعي. ما المقصود بالتفكير الإبداعي؟ التفكير الإبداعي هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نتائج أصيلة لم تكن معروفة سابقا من أجل الحصول على شيء جديد، وهو ما يسمى التفكير خارج الصندوق. ما هي صفات الشخص المبدع؟ شاركينا النشاط الآتي.
يوجد أربع مهارات للتفكير الإبداعي وهي: الطلاقة، المرونة، الأصالة، الإفاضة. سنقدم لك توضيحا لكل مهارة منها. يوجد العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتنمية مهاراتك في التفكير الإبداعي، مثل: نفذ. طريقة التماثل الإجباري. طريقة الخدم. الأمناء الستة. قبعات التفكير. التخيل. سنقدم لك توضيحا لكل طريقة من هذه الطرق. تابعي معنا.
والآن سنقدم لك عددا من القواعد والقوانين التي تسهم في توجيه عملية التفكير الإبداعي. تابعي معنا. والآن سننتقل إلى نوع آخر من أنواع التفكير، وهو حل المشكلات. ما المقصود بالمشكلة؟ المشكلة هي تساؤل مطروح يبحث عن إجابة أو حل. يكون الفرد في موقف مشكل إذا كان لديه هدف واضح ومحدد يعي به ويريد أن يصل إليه، ولكن هناك عائق يحول دون ذلك. أما حل المشكلة فيعني الإجراءات التي يقوم بها الفرد مستعيناً بما لديه من خبرات سابقة وتجارب مشابهة للسيطرة على موقف معين قد يكون جديداً بكل حيثياته ومعطياته للوصول إلى حل مناسب. كيف يتعامل الأفراد مع المشكلة؟ يختلف الأفراد في طريقتهم في التعامل مع المشكلات، فمنهم من ينفي ويتغافل وجود المشكلة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكمها، ومنهم من يضخم ويهول المشكلة، مما يؤدي إلى شعوره باليأس وعدم القدرة على حل المشكلة، ومنهم من يتعامل مع المشكلة باعتدال مما يسهم في حلها. ما هي الأخطاء التي يقع فيها الأفراد عند حل المشكلة؟ سنقدم لك الآن عدداً من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأفراد عند حل المشكلة. تابعي معنا. عند حل المشكلة فكري في الأسئلة الآتية: سنقدم لك أحد النماذج التي يمكنك استخدامها لحل المشكلات.